No, посмотрим. А Джофета вообще? Ну, вообще мы начали. Да? Да. Саламу алейкум, рахматуллах, баракат, ихвана ла-азза. Сейчас я залаю тег. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوانا الأعزاء. شاس ياسني ماي لوفت هاتو ده. احنا اليوم يوم واحد من أهم أبطال الأولمبياد بحقيقة، اللي محقق 8 مراكز أولمبياد بسباقات الحمام الزاجل طبعا. هذا اللوفت مالته يمتد من هنا إلى هناك. طبعا قواكم الله بالخير، وآسفين شوية متقطعين عنكم، وآسفين ما هنيناكم بالعيد. طبعا كل عام وانتم بخير، ونسأل الله أن يبعد عنا وعنكم كل وباء وكل مصيبة وكل شر. اليوم عدى 600 كيلومتر، كفو منك أبو حسين. سباق 600 كيلومتر هسا الساعة بالثنتين، خلينا نوخر سيري. هسا الساعة بالثنتين و شنو هاي بالثنتين و يعني ثلاثة إلا الساعة بالستة الصبح تم انطلاق الحمام 600 كيلومتر بالتمام. وحقيقة يعني كنا ملتهين ويا السباق. أول طيرين اجني الألكساندر ميدفيدينكو، أنت كنت ناسيت برابلنا الساعة بالثنتين وسبع دقائق وتسعة عشر ثانية، والثاني وعشرين ثانية، يعني فرق بينات إن الأول والثاني ثانية واحدة بس. وراهم الطيرجة، وراهم 15 بالأربعة، يعني بالثنتين و15، بالثنتين و18، بالثنتين و21، بالثنتين 22، 26، 27، وتستمر بعد الطيور. ألكسندر سكوكو قلبي برسلان 23 قلبة. طبعا ألكسندر داز بهذا السباق 23 طير، 600 كيلومتر 600 كيلومتر بالضبط المسافة. درجة الحرارة اليوم بهاي المنطقة تحديدا ساعة أبل تقول 28 درجة، ولكن شمس بصراحة قوية حقيقة، يعني الحرارة عالية والرياح واقفة متحركة متغيرة، واقفة متحركة متغيرة، لذلك الرياح متغيرة. طبعا هذا هو اللوفت كامل مالته. هسا لحن شنو اللي ببالكم نسأله عنه ولح نبدي. بس أنا أول سؤال بصراحة يعني استمتعت به، وهو أنه هو داز 23 طيرة فقط، يعني ما داز في حل. فلح أسأله أول سؤال نيابة عنكم، أقول له ليش أبتشو في برسلالي ترك سامكي؟ Ну, я достаточно занят, и заниматься самцами и самками утром, вечером, это занимает очень много времени. Плюс самки у меня всегда показывали более высокие, более стабильные результаты. Поэтому я занимаюсь самками на последние три года. И использую утром час-полтора времени, и вечером 45 минут, час. И в сумме это примерно 20 часов. Сейчас, сейчас, я приведу. طبعا يقول أنا صار 3 سنوات في وجه 3 года занимаюсь только такой системой. صار 3 سنوات يسابق بس وينظم وقته بس للطواير. ليش؟ لأن هو أصلا طبيب بيطري، وعنده علاقة يعني عنده شغل بمكتب بيطري وعنده عيادة بيطري، لذلك ما عنده وقت يكون يم الطيور كل الوقت. يقول من ناحية الوقت أنا ما أقدر أطير فصلين الصبح وفصلين العصر، لذلك اختاريت فقط أنه أطير طواير أدسهن للسباق، لأن هذا راح يختصر علي الوقت. ليش أدس طواير وفحل؟ ليش اختاريت بس الطواير؟ لأن الطواير على المدى البعيد يقدمن نفس الأداء، واستعادتهن للصحة المثالية أسرع. أفي قابريل اشتو تشاس وترا؟ По-разному, все зависит от погоды. Иногда это 40 минут, иногда час 15. А вечером? А вечером, я вечером не даю никаких больших нагрузок. Это может быть 15 минут, может быть 45 минут. Окей. الطواير يطيرها الصبح مرات ساعة ومرات 40 دقيقة، ومتعتمد على الجو. يقول العصر بالنسبة لهن كامل، يعني كافي. إيشو أدنى سامكة؟ طيرة جتي. سجلت هسه. Двухлетняя. عمرها سنتين. يقول الطواير طبعا هاي هي الطائرة، خلينا نصورها. الطواير يحتاج لها ساعة الصبح، ويحتاج لها العصر
مرات ساعة ومرات أقل من ساعة ومرات يقول حتى ذا كلش يعني كلش عندي شغل ما أطيرهن. طبعا أنا مضطر أسكت على مود الطير الطب. طبت هاي الطيرة. فلذلك أخواننا بالنسبة يعني هاي نصيحة موجودة إنه أكاكاي رازن سب فيد كورمتي إخ كاكويتاس بسالني دا إلي كاكويتا أورفن درغوي بابا да нет дела не в специальность какая разница как если у меня нету времени я не попробовал как что вы попробовали какие самые как можно говорить suggestion которые вы даете ничего особенного я даю просто возможность самки даю абсолютно спокойно каждый по возможности даю хорошую нагрузку что касается корма я всегда после рейса даю питательный корм достаточно питательный чтобы они быстро восстановились. А среди недели даю вот такой вот корм. Легкий достаточно корм. Он не супер легкий, но очень такой достаточно питательный для восстановления и для выхода голубей на пик формы. Это украинский корм. Ага. Компания, которая делает в Николаеве корм и делает экспорт. И на Восток, я знаю, и в Турцию, и так далее. Да, и я использую, я помогаю им делать рецепты. Это вы даете по средней... Со вторника по четверг. Ага. А потом классический, чуть-чуть более питательный и супер энерджи пятницу вечером. Так, никакая разница между бабопитанием, между самки и самец, когда у вас было еще какой-то? Когда длинная после дистанции выше 300 километров, тогда разница нет. Я просто кормлю и даю, когда большие нагрузки голубей, чтобы они кушали 10-15 минут столько, сколько они хотят. А самки кушают сколько они хотят? Да, у меня да. Ха, طبعاً. هنا أنا سألت سؤال هو شنو الفرق بين التعامل مع الأنثى إذا أنا شخص ما عندي وقت وأريد أتعامل بس ويا الأنثى أريد أطير سباقات بس للطواير شنو أسوي قال لي أي فرق ماكو المهم أنه الطواير تأكل إيش قد ما تريد هذا فرق عن الإناث هذا الفرق عن الذكور العفو فلذلك هنا إذا كانت عندك سباق وتريد تطير بس طواير بس توكل أكثر من المعتاد توكل الطيور إيش قد ما تريد يعني إشباع تام طبعاً وتيتت كتوري لا بيشلا. لا لا هذا الطيارة اللي هسه جتي ها من السباق هاي 600 كيلومتر هسه جاية طبعاً الفحل تنتظر هسه هذا الفحل هذا الفحل قاعد ينتظر الطيارة بعد ما جاي. أتي شو نبرشلا؟ وود برشلا. لا هاي جاي. هاي رقم واحد. شاسي يوزب. أكاكاي ليد كاكاي جدوتي شو هاي شو نبرشلي؟ все основные все пришли самые лучшие все пришли в первых шести голубях были топ голуби все те которые я ждал. هسه هذا بعد قاعد ينتظر الطيارة كل طيارة تجي تلقى الفحل مالتها بالخانة واقف. قانون لابد منه ما بيها كل مجال هاي الطيارة اللي أخذت هاي الطيارة هساني لحق اللبها هي اللي غالبة أول اليوم إن شاء الله وهاي الطيارة باتيتا تسامتس كتوري جدال اليوم دا 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 وزيش هذا الفحل اللي هنا هو مسجل رقمه ينتظر الطيارة هاي ما بيها مجال دا هاي الطيارة اللي جلتي أول وحدة بصراحة عندي فيديو 100% ونخوة ترخوان ونخوة ترخوان طبعا هاي اكو جناي بلجيكي اسمه فانهوف حقيقه هو يمتاز بمسافات ال 600 وال 500 هذا الطياره اللي هي سجلت اليوم مركز اول ويعني حقيقه يعني ما شاء الله طبعا نقدر هنا نشوف العلامات الحلوه شاسيا وتشنو شوف سوبي لافيدنا لون مثالي ريش متكامل ريش حقيقة متكامل وناعم وأكو لمعة حلوة أكو لمعة هنا نشوفها بهاي المنطقة وأكو لمعة نشوفها بقصبة الريشة يعني إذا تنتبهون وياي قصبة الريشة تلمع حقيقة ممتازة هذا الفحل مالتها وياها Я ее сейчас пересажу кушать уже, потому что она побыла самцом. Табан. Я даю 10 минут посидеть самцом, а потом пересаживаю кушать и пить, чтобы они восстанавливались. Табан. 10 دقائق ينطي علف خفيف, كلش خفيف, أكثر شيء خفيف, وينطي أكيد الكترولات وكل مشتقاته. يخليها 10 دقائق ويا الفحل بالضبط.
10 دقائق الى 12 دقيقة ويا الفحل. يقولوا مرات اذا السباق صعب والجو حار نعوفها فترة اطول، وراها تروح شاس ياسني ما يبي سنكة، وراها تروح ويا الطواير تاكل هذا المكان اللي هي ترتاح به كل النهار. الفترة اللي بين الطيران مال الصبح وطيران العصر يبقى هنا يرتاحن، بس طواير مسوينها المكان بحيث ما يزدوجن ويا بعض مهما كانت الطريقة. Самое интересное, смотри, те голуби, которые только что лучшие прилетели, они все на полу, они сидели на полках. Вот эта самка, вот эта только что слетела, они уже сидели отдыхали на полках. Они уже как recovery быстренько. Да, восстановились. طبعاً هاي الطيور هنا حولها وراء 10 دقائق إلى ربع ساعة من السباق إلى مكانهن اللي هن معتادات عليه ويأكلن إيش قد ما يردن. كل ما يكملن أكل يطيرهن أكل، كل ما يكملن ينطيهن أكل. موجود مي وموجود كلس ثلاث أنواع، هن يختارن بعد اللي أكثر. لا، هذا المكان اللي فقط الطواير، فقط الطواير ترتاح به ما بعد السباق والأيام المقبلة. أكاش جديا في سكوكا بوستيتي غولوبيز ديس. Сейчас меньше, потому что конец соревнований. Ага. В этот сезон был тяжелый, много потерялось. А вообще до 32 голубей. Здесь 32 места. Ага. И 32 самки может быть здесь находиться. Это вы получите их здесь между первой, ну, утром, когда вы летаете? Утром. Вот смотри. Утром летает, а потом они вернутся сюда? Когда выводятся молодые голуби, и им 10-12 дней, я забираю самок от самцов, и они живут здесь. اوكي هسه شاسه اتوشن فترسنا نعم ورا 6 اسابيع ورا 6 سكو كان ديري امينا 27 20 ещё раз но сколько ви как положите отделно как когда молодым голубям 10-12 дней малышам которые они выводят я их забираю طبعا يعزل الطوائر عن الفحل من عمرهن 12 يوم طبعا احنا ما يعني صعب نستوعبها. يقول ب 12 يوم نقدر نعرف الطيره من الفحل من عمر البيضه. تدفي ناس دني كقداني تركا شتو رديلس برافو. اه вот вот момент рождения. Самцы дальше кормят сами. А самки уже готовятся к серьёзным соревнованиям. А как вы знаете, как самец и самка? В смысле? Но вы сказали 12 дней. В 12, когда из яиц выходят молодые голуби? Ага. Они кормят их, и самец, и самка. Ага. Я одеваю кольца, и через 2-3 дня забираю самок. А как вы знаете? В смысле, что я знаю? Это самок, это самка. Нет, забираю взрослых. Взрослых? Да. А там самец кормит их сам. Ага. А самок, самцы кормят малышей, а самки уже здесь и готовятся к соревнованиям. Я понял. А, العفو. الفكرة مالته هي كالآتي. عمر الطيور 12 يوم يبدي يعزل الطواير ويخلي الفحل بس الزق. بس الفحل الزق. هاي الطواير تروح مال السباق. يعني القصد لازم يلبن الطيور مال السباق يخليها تزق، ولكن يخليها تزق بس 12 يوم. ورا ال 12 يوم النهار كاملا بهذا المكان، النهار كاملا بهذا المكان وبالليل يطبقون لهذا المحجر. كل طياره تصعد المكان اكاجا سامكا ديوت فاد نوا ميستا. كل طياره تصعد بمكان واحد ثم يستهن. أنا انترست نعتت. لتوه чтобы они не дергались, чтобы они спокойно себя чувствовали. طبعاً هذا الكرتون مخليه على مود الطوائر لا تتعارك واحد ويا الأخ. ماكو طيارة تتعارك ويا الطيارة الثانية. يعني ماكو طيارة هنا تتعارك ويا الثانية لأن هنا المكان شوي مفتوح على مود يتنفسن. يعني هاي كرتون وهذا كرتون. وطيارة طير كل طيارة تصعد بمكان بس تنام هنا، أما باقي اليوم كاملاً ورا ما زقت وكملت هنا تروح تطير ساعة الصبح وتجي تحط الطب هنا تاكل وتشرب ومكانها كامل مخلي لهن المكان بحيث الطواير ما تتزاوج مع بعض. هذا كلش نقطة مهمة. انترستين интересная система. И позволяет экономить очень много времени, получать хороший результат. Это самое важное для меня сейчас. Я сейчас очень сильно занят. يقول أنا حقيقة ما عندي وقت، لذلك ما أقدر أدار طواير وفحل. هذا النظام اللي متبعه أخي خليني أطير بس طواير ويخليني يعني أنا مرتاح بوقتي وهن يأدن يعني نتائج أفضل. تريسنا. Это когда у меня будет больше времени, это будут и самцы и самки. Ага. Только это будет классическое вдовство самок, когда самцов, самки, самок всегда будут ждать самцы. Угу. Самцов точно так же.
самки uh-huh. тоже их будут ждать, а самцы будут только соревноваться. Тут наоборот. Ну, наоборот. Да. Но на это нужно больше времени. А сколько время почти? Ну, в два раза больше. Два раза больше. А сейчас сколько почти каждый день вы потратите время? 2.5 часа. Сейчас? Да. Утром и вечером вместе это 2.5 часа. А так придется потратить 5 часов. Хасса бхада нювам. هب هذا النظام يقضي ساعتين ونص ويا الطيور بالضبط الصبح والعصر الصبح ساعة وترم بس تي بولترة часа да около полтора часа а ночь один час вечером но вечером 40 минут 50 60 الصبح ساعة ونص بالتمام والعصر يعني فترة الظهر يقضي 40 ساعة 40 دقيقة إلى ساعة я стараюсь основную нагрузку дать утром основная нагрузка утром يقول أكثر شيء وأكثر وقت يعني أكثر جهادة خليهم يتبعون هو الصبح. أموجنا بسنين فنتلاتسية. لا، очень простой. هنا خلينا نحكي على التهوية شوية. بصراحة لأن أنا أشوف لوفته مختلف عن يعني مختلف عن اللوفتات الباقية فخلي أشرح لكم موضوع التهوية. сейчас по ощущениям на улице около 32 градусов. ощущениям. Вот здесь у меня термометр показывает 28. يقول هسه تشعر بالحرارة. بالشارع يعني بالخارج 32-30 هسه عنده بهنا سكولكا 28 но по ощущениям здесь 25-26 ولكن تشعر بهنا 25-24 потому что здесь хороший воздух хорошее движение لان هنا اكو هواء قاعد يتغير صحيح اكو كوي سيستم приток воздуха идёт весь отсюда снизу من جوا هسه هاي الارضيه العفو مكرمين هذا حذائي هاي الارضيه من هنا مفتوحه 60 да, приток воздуха весь идёт отсюда, даже он чувствуется. هسه هنا يقول الهواء قاعد يصعد ولكن انتم ما تحش يعني ما حد يشعر به. Дальше воздух прохладный, он в принципе сразу так не идёт, он должен нагреться для того, чтобы выйти вверх. Он идёт вот так вот. И потом через верх вытягивается. Но я тебе должен показать. Ага. Для того, чтобы мне не ставить дополнительную вентиляцию, у меня высота металлической волны, посмотри здесь какая. Сейчас я объясню эту систему, как отвечательная. الهواء هنا يقول физиائيا الهواء البارد ما يصعد قبل. الهواء الحار هو فوق. ولكن الهواء البارد يصعد منه يتداور هنا. ياخذ الحرارة من هذا المكان. وهذا مسدود كله ويرجع هنا مفتوح. ولكن высоту конька, высота крыши высокая, и оно природным способом тянет вверх. الهواء الحار يريد يصعد لي فوق كل الوقت, ولكن شلون يخليه يصعد لي فوق؟ Когда температура экстра жарко, супер жарко, я включаю дополнительную вентиляцию. إذا كلش حارة, إذا كلش حارة, يفتح هاي الفتحات اللي هي это просто приносит виду воздух туда. Да, оно просто вытягивает воздух на улицу. هذا مني فتحة مجرد ما الهواء يصعد لي فوق. هذا هو منا فتحة يصعد لي فوق ولكن شلون يخلي الهواء الحار يصعد لي فوق высота такая вот вот ещё прилетел смотри هاي طائرة جتي من السباق عليكم السلام هلا ابو يوسف حبيبي ещё прилетел один ещё один هذا بعدك الطائرة это все резервные это не важно а вы сказали высота что Высота вот металлической волны, видишь? Она не плоская. Здесь вот такое расстояние есть. Ага. Дают воздух, что идет. Да, и за счет того, что там вверху высокая крыша, создается турбулентность, и оно вытягивает другим способом. طبعا يقول أنا هاي الفتحات ما ساتها أبد ولا أستها هاي الفتحات لأن هاي الفتحات هي اللي تخلي الهواء كل الأحوال يصعد لي فوق وهكذا على كل اللوفت مالته أكو فتحات. يخلي الهواء يصعد لي فوق غصبا عليه لذلك الهواء من فوق هو بعد يطلع مسوي له فتحات انتريسني سيستيما очень интересно сейчас я закрою дверь в этом году после сезона гонок будет проведена большая реконструкция здесь будет сделано немножко вот это переделанное отделение будут сделаны другие боксы для того, чтобы соревноваться, чтобы у каждого самца было по две самки, и самки будут друг друга мотивировать. Вот эти интересно. Да, это очень интересно. Интересно. طبعا قاعد احكي على فد نظام اللي حيسويه السنه الجايه اكو بي تغيير بعض الشيء ولكن مو بالتهويه это простые голуби это те которые после тяжёлых гонок ну не очень восстановились и это те голуби на которых я не ставил ставку но они прилетели а вы их не пустили в этой в этот раз пустил они прилетели просто это не главные голуби простые голуби
هذه هنا الطيور اللي دسها للسباق وما حققت نتائج طيبة، ولكن باقي السباقات أيضا ما حققت نتائج طيبة. فبصراحة يقول ما عندي وقت أهتم بيهن لأن أعطيتهن الفرصة أكثر من مرة، فلذلك يعفنهن أكل ويعفنهن مي وانتهى الموضوع. السباق الجاي يعني يقول احتمال كبير ما أدسهن بعد. تريسنا. Вот смотри, как можно показать, как у меня стоят антенны. Вот так. منا يفتحها هذا المكان. هذا الانتينا هنا مال السباق نخليها جوا بالمهبط. يقول ولا افتحها ابد. خلي هاي الخشبة مايلة. ورجع هذا الطب الطيور من هنا. اي سي في ختي تبوستي تبروسا فيا تكرويتي تيفسو. ده هو يفتح هذا الباب يخلي الطيور تطير وانتهت الموضوع. طبعا هنا انا مخلي شباك بالليل يسده. اذا يريد يسده يسده من هنا وانتهت. ترى اسنا. Это позволяет мне, знаешь, как делать? Это позволяет мне работать с молодыми, когда я выпускаю, например, тренироваться молодым. Ага. Приготовил корм, воду, поставил флаг и пошел. Потом там, принял душ, позавтракал, снял флаг, чувствует корм, вода, молодые летают. Они зашли, а назад уже выйти не могут никак. Ага. Вот так я это использую. Молодец. Это экономит много времени. Ага, интересно. Там они говорят, это يفيدني هواي موضوع الوقت بصراحة. إخواننا الأعزاء طبعا أناني إذا هسه هذا السؤال حلو. طبعا أنا آسف ما أقدر أقرأ كل تعليقاتكم لأن لازم أترجم، فأنا آسف وأعتذر من عندكم جميعا. الله شاهد. لودي سبراشا فايت كاك فيديو مايتي يس ليت التمبراتورة بودت وكلا سورك سورك بيات هيت السيستيما أكتيفنا نو فنتيلاتسي كدا سورك سورك بيات. يا вот у нас два раза такое, три раза в неделю, вернее, за лето бывает 2-3 недели таких. Вот последние 2 недели было такое. Я, когда было очень жарко, включал вентиляцию вот здесь. Но. А, это вентиляция, да. Это можно выключить автоматически. Да, вот. Включил-выключил, все, без проблем. Здесь, но в принципе, когда на улице 40, здесь по ощущениям как 28-30 градусов. То есть за счет вот этого движения воздуха. Я не знаю, как в ваших условиях, но в моих условиях это работает. У меня 50 градусов нет, но у меня есть 37-38 градусов. В моих условиях это работает. Даже сейчас, когда закрыто вот окно, здесь комфортно ощущаешь, хотя на улице 32 градуса. Да. طبعا يقول حقيقة أنا ما أقدر أجاوب على السؤال إنه هل هذا النظام ممكن يكون فاعل بالحرارة 45؟ لأن يقول أنا ما عندي سباق بحرارة 45 ولا أتصور بأي مكان آخر، ولكن يقول بالنسبة لي إذا الحرارة عالية فأني مجرد ما أفتح التهوية طبعا هاي بيها بنكة من فوق تشتغل على الكهرباء أفتحها وهاي تتحكم، يعني هاي يتحكم بيها بالفرق أقوى أو أضعف فيشغلها على الدرجة الخفيفة وتكفي. يقول بس هذه أنا استخدمها مرة مرتين بال يعني بالموسم كاملا يلا افتحن، بس باقي الوقت هل شنو الوضع بالنسبة إلى هاي كافية من الحرارة بحدود الثلاثينات بأورفين 30 جراد سافيديالنا يستسيمة تكاي ربوتيت بالحرارة الثلاثين يعني إخواننا إديالنا نو يا تشوز ويسي بي نرمالنا 30-32 градуса здесь точно комфортно 30-35 بالنسبة لإخواننا اللي يسابقون مسافات متوسطة والحرارة عندهم تبدي تصعد بآخر المواسم هذا النظام هو الأحسن я могу подсказать هو منه أسكوك здесь 60 سنتيمتر здесь около 35 سنتيمتر هاي 35 سنتيمتر أقلوبكو سكوك 2.90 مترين أتى أتسودا؟ ده. من البداية مال لف للنهاية مترين وتسعين سنتيمتر. أسكو كزديس. أكلا متر. هذا متر مفتوح ومترين مسدود. У меня есть подсказка в случае чего, вот как вам можно сделать вашу, потому что я хочу тоже так себе сделать на всякий случай. Вы вот эту часть, когда у вас очень жарко, вы можете тоже сделать пол сетки вот здесь, вот до этого уровня на 40 сантиметров. Просто открывать отсюда и закрывать. То есть, когда было жарко, вы подняли, и у вас будет воздух идти вот так вот. Здесь не будет сквозняка, потому что голубь сидит здесь, ты понимаешь, но движение воздуха будет. Это когда в странах, где очень жарко. Это точно будет работать. Я знаю, мой знакомый так сделал, и это супер эффект. Идеально. Вот то же самое, только с этой стороны. طبعا يقول عندي ولد، عندي ولد حقيقة ما قال لي بيا دولة، ولكن يقول أيضا عنده درجات عندهم درجات حرارة عالية، ولا الفكرة اللي سووها هو وياه شنو؟ فتحة مثل هاي 35 سنتيمتر بهذا المكان بالضبط. بهذا المكان بالضبط اللي هو المكان مال الطيور. طبعا إذا تلاحظون هذه شبشة وهنا اكو فتحات، يعني الهواء بكل الاحوال يتغير. سكوزنيكا не будет, ты понимаешь? Просто воздух. Да, просто воздух.
يفتحون هذه الفتحة، هذا اللي هنا يسوون مثل الشباك، يعني ممكن يسده وممكن فتحة. 35 سنتيمتر الهواء يصعد من هنا غصبا علي، الهواء البارد يصعد مو الهواء الحار، فيقول يصعد للنهاية وهذن يطلع عنه. يقول سويناها وأيضا نجحت هواية عند ذاك الشخص. يعني هي هاي فكرة حقيقة، يعني حبينا نفيدكم بهذا السباق اليوم. وأنا آسف وأعتذر مرة ثانية أنه ما قدرت أبوع كل الأسئلة، لأن بصراحة يعني ما ألحق. ها بالنسبة لأخي محمد العطواني، شلون يميزون الأفراخ عمرها الصغير؟ حقيقة أكو طريقتين، يعني أنا سأل هذا السؤال سابقا. أكو طريقتين يميزوها، لو عن البيضة الأولى والثانية اللي دائما البيضة الأولى ذكر، أو احتمال مرات أكو هذا المنظار اللي يشوفون به الأذن، الدكاترة أهل الأذان يبينوها، يفتحون تكرم مدرق الطير بهذا الجهاز اللي هو الطببة مثل البلايس وتفتحه، هناك يحسبون عدد البويضات اللي جوه. بصراحة ما أتذكرها بالضبط، ولكن إذا تحتاجها أقدر أدز لك إياها. أكو يقدرون يعرفون من هاي الطريقة بنسبة 90% هل هو ذكر أم أنثى. تك يدو ما يفصل. أخوانا الأعزاء، هاني أشكركم على حضوركم ويانا، وإن شاء الله هذه المعلومات يا رب تفيدكم إن شاء الله. وآسف على التقصير، يعني احتمال الوقت صار سريع، ولكن هو أيضا لازم يطل الطيور أكل ولازم يبدل مي، يعني أنا ما أقدر أضغط عليه شخصيا. أكرر وعية هذه المكانات اللي هو يطبب بها الطواير بس بالليل ويسد عليها، بالنسبة للإخوان اللي عندهم وقت ضيق وباقي اليوم الطواير بهذا المكان تشرب وتاكل وتطير مننا، وراها ينسد عليها الباب بس بالليل تروح هناك. ولكن من تجي من السباق، من تجي من السباق فقط هنا، كل فحل ينتظر طيره، كل فحل ينتظر طيره على الارقام، ماكو طيره تروح لغير فحل. وهذا الفحل ما تروح للسباق ابد، هاي الفحل وظيفتها بس تنتظر الطواير، هذا هو. فحبينا نشوفكم هذا الفيديو ان شاء الله. بس قبل شوي تبي، طبعا انا شكرت بدلا عنكم، وحقيقه يعني انا هذا الشخص اعرفه صار 10 سنوات تقريبا، والحمد لله يعني علاقتي بي كلش طيبة. فأي سؤال أي استفسار حتى ذا اليوم ما لحقنا تقدرون تراسلوا لي، وأنا يعني أسئلة وأجاوب إن شاء الله. تحياتنا لكم ومع السلامة، ويا رب الكل بتمام الصحة والسلامة والعافية، ربي يحفظكم جميعا إن شاء الله، مع السلامة.